بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة ومن داخل سوق ضراو. النهاردة الثلاث 21/2/2023، هنخش نعمل لكم تقرير بأسعار الحميرة يا جماعة وأسعار النتيات. بسم الله ما شاء الله، حمير الجر وحمير الركوبة. ازيك يا عمدة؟ صباح الفل. ذكر ضل انت كام بالصلاة على النبي؟ 4500 45 يا جماعة. ايه سنوا على كده؟ سادد على الاول يا جماعة. الصلاة على النبي، سادد على الاول. 011 39 140 ثلاثة 140 33 ما شاء الله. اسم الكريم صالح. معلم صالح يا جماعة، صلاة النبي تبارك الله. 4500 الحمار سادة جديد. تبارك الله. ده ايه سنة الاولان ده معلم؟ انتايا سادة بيد يا معلم؟ دي بواحد 62 الاولان. 6200؟ 6200 ده يا جماعة. والتاني دي انتايا؟ دي انتايا ب 1200. ب 1200 انتايا الصغيرة ده يا جماعة. والاسود دي نتايه برضه 7.5 يا معلم، 7500 جنيه دي. والاخيره دي معلم؟ الاخيره دي عامله 4500. 4500 الثانيه دي يا جماعه. تحب اسم الكريم؟ فتحي يا زعيم. كم رقم تليفونك يا حجي؟ 012 25 75 770 100. بسم الله ما شاء الله، يعني اسعار بتبدا معانا من 1200 ل 15000 في النتية. النتية تبارك الله. بيبقى معك حياة عشر على كده؟ في عشر. وبيبقى معك حمير ذكور؟ ذكور معانا تكربة. صلاة النبي. 12000 ده عامل 12000 يا جماعة. كاسر جوز واحد ما شاء معلم، الله يوسع عليك اهو يا جماعة. 12000 تبارك الله ما شاء الله. كام ده معلم بالصلاة على النبي؟ كام ده يا؟ اشرب 10000 يا جماعة. كاسر جوز صغير يعني. كاسر جوز بالصلاة على النبي. نتايج يا معلم؟ نتايج دي؟ لا ذكر. كام بالصلاة على النبي؟ ما حدش فصل. حدش فصل ومعلهوش هو؟ لا معلهوش. معلهوش هاي. كام صلاة النبي يا معلم؟ كام صلاة النبي؟ كام؟ 7000 يا جماعة. بصوا يا جماعة، الحمير فيها أسعار كثيرة في السوق دي. يعني في حاجات هتلاقيها ب 500 جنيه كل حاجة بسعرها. في حياة ب 500، في حياة ب 1000، وفي حياة ب 1500. في كذا سعر يعني في الحمير. معك ده حد؟ لا. الصلاة على النبي. يا خالد. اي خبر يا راجل؟ يا راجل الحكاية. حلو. يا خالد. يعني حاجة زي كذا مثلا ممكن تبقى رخيصة. كام ده يا معلم؟ كام ده يا؟ ذكر انت يا؟ 150 جنيه؟ والله العظيم. كم صح؟ عبد الله. يا ما احمر ب 150 جنيه. بس مش مصدق انا بصراحة. ده ذكر معلم؟ كم ده يا؟ اشتري. وش اشتري انا؟ والله بصوره. كم ده يا؟ ب 1000 ده يا؟ ذكر انت؟ سنه ايه على كده؟ مع فردة. مع فردة؟ ب 1000 جنيه يا جماعة. ب 1000 جنيه. تصوروا على النت؟ ايوه. صورنا معاه كده. منور يا معلم. قال لي تمام يا عم. ما طلع مني هنا بدور عليك. اسلم. من المنزل هبدا من باص حمار. دي انت يا والدة حي؟ انت يا والدة دي؟ كام دي بالصلاة على النبي؟ قال لي بشوف اتفرج عليها. هي ذكر ولا انت؟ اركب واتفرج. طب ايه عليها؟ على هاش يا ابو جبل. على هاش. اركب واتفرج هنا. الصلاة
ازاي؟ انت ادي والدي يا الله. كم خدتوها معلم؟ كم خدتوها؟ كم خدتوها؟ 900 النتائج يا جماعة. نتائج يا معلم؟ نتائج يا؟ كم ده معلم؟ دي على 1000. 10 هي ولا؟ 10 كبيرة. 10 كبير نتائج. أول مرة أصور نتائج 10. سنة أعلى كده معلم؟ سادة جديدة يا جماعة. نتائج 10. كم ده معلم؟ ذكر ده؟ كم بالصلاة على النبي؟ 32 يا جماعة، 3200. معاك دولة؟ ها؟ معاك أنت؟ أنت يا والدة دي؟ كم معلم؟ كم بيشتروا؟ 800 هي وعيلها؟ لوحديها؟ كم عيلها؟ 400 و800 الكبيرة، يعني 1200 على بعضهم يا جماعة. هي تحتيها انتهى ولا ذكر؟ تحتيها انتهى برضه. يعني جميع الأسعار هتلاقي يا جماعة، جميع الأسعار هتلاقي. كم؟ كم؟ نزلنا على السوشيال ميديا كده. حاضر نور يا معلم علي حبيبي يا غالي. معاك دول يا معلم؟ ذكر دول انت؟ ذكورة. ذكورة؟ كم بالصلاة على النبي؟ دل من هنا 32. تمام جنبه 22 بجنبه 32 و22 ده جنبه ده 22. ايه سنة على كده فيهم؟ ده مع الخناص وده سنة ده اللي سادت؟ وده مع الخناص الابيض ابو 32. اسم الكريم يا معلم؟ عمر. كم تليفونك يا معلم عمر؟ 011 45 26 55. معلم عمر ها؟ الصلاة على النبي عمر. معلم عمر يا جماعة معاه سعر بالنسبة للسوق كويس يعني. برضه اللي عايز ب 10 ولا عايز ب 8 ولا عايز ب 6. فين ورينا يا معلم؟ ده بكام ده الأسود ده؟ 55 عمي. 55؟ 55 حبيب قلبه وزمارة روحي حبيبي. عامل ايه منور الدنيا؟ الله يوسع عليك. عامل ايه عمدة؟ أشهر منار من العلم ده معانا ده. آه كبير الجمال والحمير. الله يعزك يا باشا. في ايه الأسعار تاني معانا؟ لا الأسعار خلينا احنا بالحق يا عمي. ده ب 100 دولار 45 4500. 4500 صراحة صراحة عرق عم صالح. احنا سيبنا من العرق ده. العرق على الله ده. الله يوسع عليك عم صالح. خلينا بالصح. الله ينور عليك والله. خلينا بالصح. انت قول لي اللي عليه وسعرك مش حرام. مش ده ب 12؟ لا مش ب 12. ده بكام؟ 8500. كلام الكذب ما ينفعش. اي أيوة والله نرفع اسعار والله بيملونا كذب يا شيخنا. لا كذب لا. خليك معي انا حق صابر القروان. الله يوسع عليك يا معلم. صابر اول سنه فالت. لا والله يعني لو حد عاوز اسعار حقيقيه يا جماعه نسيب لكم برضه رقم عم صابر. 45 ده 45 ب 8500. 8500 الجوز واحد الابيض ده. ايوه صورته قال لي ب 12000 والله. سيبك منين دول. طب قول لي تليفونك لو حد عاوز يوصل معك بسعر حقيقي. أيوة. يا جماعه مع عم صابر 011 270 270 588 588. لا مش هو ولا لا. طب قول ثاني 011 011 2 و 11 2 7 0 2 7 0 5 5 8 8 8 8 4 7 4 7. المعلم صابر يا جماعه. تشكرين عم صابر. الصلاة على النبي. هذا يا جماعه تقرير كده من سوق الحمير. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.